لأننا كنا نطمح أن يتوقف عن علاقة بإسرائيل القوية. يعني ليبيا دخلت للدعم لإيقاف التعاون ما بين تركيا، ونطمح بأن تركيا تتحول إلى داعم للعالم الإسلامي. حتى ده بعد ما شفته أردوغان وهو بيزور إسرائيل، مش كده؟ لا طبعا احنا نعرف نعرف كنا دولة ونعرف حقائق كثيرة لا قد لا يعرفها آخرون، ولدينا وثائق ولدينا عن قضايا استراتيجية أعمق وأسوأ للأسف. هي دي زيارة هي بتاعت أردوغان لإسرائيل. فكانت المعرفة سابقة عندما هو طبعا هم وعدونا بهذا ولم يقوم بشيء. قدمنا لهم مشروعات في ليبيا ودخلناهم لإفريقيا، وحتى في القمة الأوروبية طبعا لم يكونوا مدعوين، دعاه الأخ معمر في آخر قمة وسبت مشاكل كبيرة مع أوروبا. كيف ندعو أردوغان وهو ليس أوروبيا إلى هذه القمة؟ كأن نريد نقول لهم بأن هذا الزعيم المسلم أيضا يحضر معكم هذه القمة كند. لكن للأسف تناسوا قمة عربية أوروبية، قمة أوروبية أفريقية، أوروبية أفريقية. وليبيا دعت أردوغان. نعم. إحنا لسنا ضد الأتراك ولا زلنا، وحتى غدا علينا أن نميز أيضا هذه نقطة مهمة. الإعلام العربي ولا نروحوا شاتمين بعضنا، وما هذا ما يريدون أن ننساقوا في حروب ضد بعضنا. نحن لا نترك الأتراك ولا الإيرانيين، ولا بيننا مشاكل، ولا الإخوة في قطر. علينا أن نعيد قراءة المشهد. هذه الأمة تدمر واحدا تلو الآخر، ونستخدم إمكانياتنا. تخيل هذه المليارات، 100 تريليون من الأموال صرفت في هذا الربيع الأسود. 16 مليون عربي ومسلم وخبرات شردت وذهبت إلى خارج الوطن العربي، وهذه كلها مسلمة. الجيوش دمرت 4 جيوش ومصر لولا نحمها الله. هذا كل المصحة من؟ إذا كانوا جادين وصادقين أو ما زال فيهم ذرة، طبعا في ناس محترمة وراجعت نفسها وانسحبت من هذا، بعضهم هارب للأمام. والآن بقت تركيا، وحتى الأخوة في قطر أعتقد الآن ستسمعون أخبار سارة إن شاء الله قريبا. بالنسبة لتركيا، لا تركيا لديها استنى على الأخبار السارة دي، يعني أي يعني ما يتعلق بقطر. شوف هذا الوضع شاذ غير صحيح. يعني حينتهي. يعني موضوع مفروغ منه، تعود عربية والحضن العربي ولن تكون إلا كذلك. الأخوة الأتراك لديهم ما يخصهم كأمة، وهذا حقهم. أما أن يستخدمون نحن أو يستغفلون نحن أو يأتوا للدفاع عنا، كان ينبغي على السيد أردوغان أن يأتي للمصالحة بين الليبيين، لحوار بين الليبيين. سيد أردوغان 2011 جاء وقتل الليبيين، عليه أن يعتذر عن هذا. ودمر مع حلف أطلسي الذي يدعي أنه مسلم، هذا حلف معادي للإسلام. وشاركوا في كل المعارك، والآن بعثوا مجموعة من كان ليهم يد مباشرة في اغتيال القذافي؟ لا 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 الأتراك؟ لا لا. هم طيرانهم قصفنا والدعم، وحتى بعد مقتل القذافي هم حبوا يهيمنوا على مصر وعلى ليبيا وعلى السودان، ظنا أن هذا الخط السني يكون تحت هيمنة الباب العالي. وهذه الدولة تعود، ومن حقهم أن يفكروا هكذا، قصة تخصهم. أما نحن فنحن أيضا أمة عظيمة، ولسنا أمة دونية، ولسنا أمة ما عندهاش شو اسمها.